كأنه حديقة خلفية لها، بل ربما تراه أرضاً مستباحة. فلا تفتأ إيران وسيلة إلا استغلتها في العراق، تهريب وإيذاء اقتصادي وتهديد أمني، فضلاً عن الضغط السياسي. إذ أعادت فضيحة الشاحنات المحتجزة في أفغانستان من قبل سلطات طالبان إلى الأذهان سلسلة ملفات إيرانية تجاه العراق، فغير قضية شاحنات الوقود والتي تعتبر ربما الأحدث على الساحة، لم تنسى فضيحة بطاقات الماستر كارد العراقية التي استولت عبر التهريب على الآلاف منها لسحب العملة وتحويلها بالدولار في وسيلة التفاف على العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى قضية التهريب المباشر للدولار عبر شاحنات المواد الغذائية وموضوع السكراب والمعدات الصناعية الثقيلة وما سبق ذلك كله، ناقلات النفط العراقية المهرب الذي كانت تديره إيران بشكل كامل عبر شبكاتها المرتبطة بجهات سياسية وأخرى مسلحة. فآبار النفط العراقي بلا عدادات للقياس، والأحجام مزورة، والشحنات على الورق أقل مما هي عليه على الواقع في قضية تهريب واضحة للعيان. ولكن يبقى السؤال، من هي تلك السلطة النافذة التي تحكم وتتحكم وتسهل الأمور وتنظم المرور بين البلدان لكل تلك المافيات دون خوف أو وجل، ولماذا يسكت عنها؟